يعني جمع ما بين ديربي العربي والكويت، ديربي محافظة العاصمة احنا نسميه، الكويت والعربي في منطقة الوسط، يعني يأتون في الترتيب الثاني الثالث في الترتيب العام. العربي صام عن الفوز في جولتين أو ثلاث في هذه المسابقة، جماهيره زعلانة حبتين وإن كانت تساندة في كل مباراة. الكويت أيضا قاعد يقدم مستويات رائعة، اللقاء كان جدا مميز. العربي بعد صيام في جولتين وثلاث فطر على الكويت، لكن الكويت ما كان بالفريق السيء، بل سيطر وصال وجال، لكن في العبرة تكون وين؟ في النهاية. اللحظات الأخيرة كان هدف للخطاف خالد خلف. نتابع هذا التقرير. جولة الخامسة من الدوري الممتاز جمعت العربي بضيفه الكويت. الأخضر داخل المواجهة وهو يعاني من داء نزيف النقاط، حيث يملك ثلاث نقاط قابعا بالمركز السابع. أما الأبيض دخلها وهو يملك سبع نقاط محتلا المركز الثاني بعد المتصدر القادسية. كابتن عادل العقر مدير في نادي الكويت، اليوم تلعبون قدام العربي وانتم تبون تواصلون تبون تواصلون انكم تكسبون هذه النقط، خاصه ان العرب يدخل مباراه اليوم معينة على الفوز لا غير. ما هي استعدادات فريق حق هذه المباراه خاصه في ظل غياب اتوقع خالد عجب او المحترف البرازيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ببدي اول ما انت انتهيت، عندنا غياب روجيرو، عندنا غياب عبد الله المرزوقي، يوسف اليوحى، فهد حمود، خالد عجب قد يكون بديل ان شاء الله اذا الله قدر وكتب له. احنا اكيد نبي المباراه، يعني احنا اليوم سبع نقاط نفزنا صار 10 نقاط. نفس الشيء العربي يعني انا ما راح اجامل العربي ولا بسمعون كلامي. مباراه 10 دقائق، العربي ما يستاهل يفوز ثلاث مباريات خسرهم من كاظمه، من السالميه ومن القادسيه، ما يستاهل يخسر. يعني على الاقل تقدير مع كاظمه يتعادل، مع السالميه يفوز ومع القادسيه يفوز. فالعربي فريق كبير نحترمه ونقدره، واللاعبين حاسين بالشيء هذا. اللي بيفوز يفوز، صدقني اللي بيدش للفوز يفوز، اذا لاعبين يبون يفوزون يفوزون. لكن لاعب اذا بيدش بالمباراه ما بيقول يتخاذل، تخاذل كلمه كبيره، يعني بتكاسل انه يفتح سبرنت او بتكاسل انه يقطع كره او يطيح سلايت. اللي بيلعب بروح بيفوز اليوم. هل المدرب وجد حل حق فريقكم خاصه في ظل الغيابات في خط الدفاع؟ ما شوف، صعب تحط اعذار. انا اقول لك نعم، غياب المرزوقي، غياب سامر الاصابه، غياب فهد حمود الاصابه، يعني لاعبين مؤثرين. يعني احنا اليوم حسين حاكم يعني اعطيه العافيه، مو مكانه قلب دفاع، لعبنا قلب دفاع وهو مو مكانه. قد يكون لاعب هو صغير لكن مو مكان حسين حاكم. لكن صدقني نادي الكويت فريق كبير، حتى العربي اذا بيقول والله انا ناقص فلان ناقص فلان وانا بقول ناقص فلان، معناته احنا مو انديه كبيره. النادي الكبير يكون عنده بديل، سواء اثنين ثلاثه اربعه، وان شاء الله الموجودين اليوم بيثبتون الكلام اللي انا قاعد اقوله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا مباراه صعبه ضد العربي، سواء عندنا نقص او ما عندنا نقص. الفريق الحمد لله يعني عنده صف ثاني، لكن ظل مباراه ضد العربي مباراه كبيره ومباراه صعبه على الفريقين. استعداداتكم حق مباراة اليوم؟ حقيقة إن شاء الله الأولاد يبشرون بالخير، واستعدينا حق المباراة كأي لعبة، نفس المباريات اللي فاتت استعدادات. حقيقة أنا أحب أقول إن الفريق ما كان يستحق إنه يخسر في المباريات اللي فاتت، يعني كانت القادسية ولا السالمية ولا كاظم، ظروف تدخلت فيها بس، ولا الأولاد كانوا يأدون، أدائهم كان ممتاز. وان شاء الله يكملون في هالمباراه هذه. احنا مستعدين، حقيقه مستعدين. في طبعا خمس لاعبين نقص للاصابه، هذه مشكله شويه راح تواجهنا، لكن ان شاء الله البركه في اللي موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد نحن اليوم عم نلعب ضد نادي كبير مثل نادي الكويت، ومطالبين وعلينا ضغط كبير انه لازم نطلع بثلاث نقاط. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن الاداره ان شاء الله والجهاز الفني طبعا. او انت كمشجع عرباوي، فريقك اليوم تطالبون انتم كجمهور بالفوز، شو اللي تشوفه حق مباراة اليوم وشنو تشوف فريقك راح يأديه؟ ان شاء الله فريق راح يلعب اليوم لعب غير اللعبة مع القادسية ان شاء الله، ونتمنى فوز النادي العربي ان شاء الله، والعربي ان شاء الله 2-0. اول شيء بسم الله، ثاني شيء الحمد لله العربي الزعيم ما قصر بالبطولة كلها، لكن الحمد لله الحظ
ما حالفنا، لكن نتمنى ان شاء الله، اتمنى من الله حالفنا الحظ المره هذه باذن الله. طبعا مو راضي على الفريق بالمباراه اللي طافت طبعا، بس ان شاء الله يعوضونها بالمباراه هذه، نتمنى منهم ان يعوضونها ان شاء الله باذن الله. فوز عرباوي ان شاء الله. والله اتمنى ان يفوزون الكويت 2-0، اتمنى ان يشدون حيلهم الكويت ويكملون مسيره فوزهم. والله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اتوقع حق نادي الكويت نتيجه حلوه، ما دام ان تعادل المباراه قبلها مع كاظمه، ان شاء الله اليوم بنفوز على العرب، ناخذ 3 نقاط ونستفيد من عنده عشان على الصداره ويا الغاصيه والسالمين. في البدايه اتمنى ان شاء الله قبل كل شيء، طبعا اكيد انا اتمنى الفوز حق فريقي كوني انا اشجع نادي الكويت واحب نادي الكويت، واللي اتمناه من لاعبين نادي الكويت واتمنى من لاعبين النادي العربي ان المباراه انها تكون تطلع مباراه نظيفه، ما فيها انذارات، ما فيها مشاكل بين اللاعبين، والكل يستمتع فيها، الجمهور اللي حاضر الملعب ولا الجمهور اللي من خلف شاشه التلفزيون يتمتع بالمباراه ان شاء الله، هذا اللي اتمناه. مع صافرة الدولي ناصر الأعنزي بدأت مجريات وأحداث اللقاء، فمع 10 دقائق الأولى بدأت السيطرة الكويتاوية، حاول فرج لهيب في 23 التسجيل بتسديدة جاءت بالشباك الخارجية لمرمى الأخضر، ويستمر لهيب محاولاته بالتسجيل، وما أحلى تلك الفرصة الثمينة التي كانت في 27 سددها لهيب برأسه مرت بجانب القائم الأيسر بقليل. وليستمر مسلسل إضاعة الفرص الثمينة للأبيض، فجاء الدور على فهد عوض في 32 بعد تمريرة جميلة بالكعب من السوري جهاد الحسين، لكن عوض سددها بيد كنكوني. وفي 35 يسدد جهاد الحسين كرة قوية لكنها عالت العارضة. بعدها ب4 دقائق سدد فرج لهيب كرة قوية، لكن شهاب كنكوني كعادته كان حاضرا لها. وجاءت 43 لتشهد فرصة هدف 100% للأبيض، لكن جهاد الحسين أضاعها بعد تلقي كرة عرضية من العماني إسماعيل العجمي لتأتي للحسين وعلى بعد أمتار قليلة من المرمى العرباوي لتمر تحت قدميه، وسط ذهول كل من شاهد إضاعة تلك الفرصة. يأتي اللاعب نفسه مرة أخرى محاولا تعويض تلك الفرصة الثمينة، يسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى شهاب كنكوني، وليعلن حكم المباراة نهاية شوطها الأول بسيطرة واضحة للكويت. في المقابل لم يقدم العربي أي شيء يذكر في هذا الشوط عدا محاولات هجومية خجولة لم تصفر عن شيء. خالد، ايش رايك بدأ فريق الشوط الأول؟ يمكن الأداء ما كان المتوقع، بس ان شاء الله في الشوط الثاني ان شاء الله. كابتن، شفت الشوط الأول، ايش رايك بدا فريق بالشوط الاول؟ هل انتم راضين عليه كلاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رضا لا ما اعتقد، يعني اذا انا قلت راضي يعني ما اعتقد، يعني في ناس مشاهدين قاعد يتابعون الفريق، طبعا ما اعتقد احنا راضي على المستوى، لكن اتوقع انه في تكتيك معين لاحمد خلف، وبالتالي الجيم الثاني اتوقع راح يختلف الوضع ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحيم، الحمد لله على كل حال، يعني كل فريق يضيع، يعني الحمد لله احنا ما خلصنا المباراه وفي شوط ثاني ان شاء الله وبيعوضون الربع ان شاء الله. راح اشوفك بالشوط الثاني باذن 1-1 ان شاء الله. شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله الشباب ما قصروا، بس ما في حظ، شايف الهجمات، ان شاء الله الشوط الثاني ربنا يوفقنا، ومباراه قويه خاصه العربي، ديربي بين الكويت العربي، ان شاء الله الشوط الثاني نشوفه ان شاء الله.